الكنيسة في الأول كانت كنيسة تعليم وليست كنيسة كتابة في الأول كده يعني. وكان الرسل يحبوا يقولوا فمن لفم. بولس الرسول يقول والأمور الباقية عندما أجيء أرتبها. طب إيه هي الأمور الباقية وإمتى أرتبها؟ التقليد اللي عندنا هو عبارة عن الإنجيل غير المكتوب. الإنجيل غير المكتوب ده كويس إن احنا بنقول النهاردة في أسبوع الكتاب المقدس تنفع. يعني إيه إنجيل غير مكتوب؟ يعني المسيح قال كلام كتير 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 لم يكتب إطلاقا، بقى هو كل الحاجات اللي قالها المسيح بس اللي موجودة في الإنجيل في الأناجيل الأربعة دي. الأناجيل الأربعة دي هي اللي اتكتبت، لكن في حاجات كتيرة ما اتكتبتش. يعني أضرب لكم مثلا في سفر الأعمال الإصحاح الأول يقولوا أن المسيح قعد مع الرسل 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. طب الحاجات اللي قالها لهم في 40 يوم موجودة فين؟ جات لكم؟ هتقولوا لا لا، جات في التقليد. بقى معقول المسيح يقعد 40 يوم يتكلم وما فيش ولا كلمة من دول سجلت؟ الأمور اللي قالها لهم مارسها الرسل بالفعل وصارت جزءا من حياة الكنيسة ووصلت إلينا عن طريق التقليد. يعني مثلا في متى 28 السيد المسيح قال للرسل إيه؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. علموهم إيه؟ جميع ما أوصيتكم به. إيه هو ما أوصيتكم به ده؟ اللي قلته لكم بيني وبينكم. طب ووصلتوه إزاي؟ عن طريق التقليد. التقليد يعني الحاجات اللي بيسلمها جيل لجيل اللي هي غير مكتوبة وبيسلمها جيل لجيل. طب عمدوهم، قال لهم العماد ده يكون ازاي؟ قال لهم عمدوهم وسكتنا على كده. العماد ده يبقى ازاي يعني؟ جه عن طريق التقليد. رسامة الأسس، بولس الرسول بيقول لتيتوس أقمتك في كريت لكي تقيم قسوسا. هنا مترجمة شيوخ، معلش نسامحهم في دي. طيب أقامتك تركتك في كريت عشان تقيم قسوسا أو شيوخ، تقيمهم إزاي؟ إزاي يعني؟ إيه الصلوات اللي تقال؟ حتى أخوتنا اللي بينكروا التقليد ليهم صلوات بتقال في إقامة الشيوخ أو القسوس، ليهم صلوات في طقس معين بيتقال وفي حاجات في المعمودية بتتقال. في رسالته لتيموثاوس يقول له الموهبة التي فيك بوضع يدي. طب وضع اليد صامت كده يعني حط ايده كده هو سكت ولا قال كلام؟ الكلام ده وصل لنا ازاي؟ عن طريق التقليد.